يمكن أن ينتقد، يمكن أن يشير إلى سلبيات، إلى بعض العيوب من أجل إصلاحها وتصويبها، لكن طالما أن الدولة بتواجه أخطار من الداخل ومن الخارج فلا بد أن يكون الإعلام مؤيد وداعم لجهود الدولة، ولا بد أن نفرق بين الدولة وبين الحكومة. من السهل أن أنتقد الحكومة في أي وقت في أي سلبيات، لكن الدولة بأركانها بمؤسساتها بتاريخها لا بد أن تجد المساندة من كل أبناء الشعب المصري وعلى رأسه الإعلام، وأنا لا أفرق بين الإعلام الرسمي والإعلام الخاص لأنه كلها مؤسسات تتبع الدولة المصرية وتحافظ على صيانتها وعلى مستقبلها المشرق إن شاء الله بعد ثورتين عظيمتين تقدم، ثم الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس المحترم المحبوب من كل أطياف الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيرا نتطلع الآن إلى إنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة انتخابات البرلمانية حتى تكون أركان الدولة موجودة بمؤسساتها سواء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالإضافة طبعا إلى السلطة القضائية، وبالتالي نستطيع إنجاز مرحلة التحول الديمقراطي على النحو الذي يطمح فيه الشعب المصري والمجتمع المصري.